سي حاتم اهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا اهلا وسهلا. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. احنا في رمضان دائما هذا الامر اللي كيعرق بال المواطنين هو القدره الشرائيه. هذا العام هذا استثنائي خصوصا مع الحكومه ديال الخنوش. انتم داخل المكتب السياسي لحزب الحركه الشعبيه، كيف كتشوفوا هذه موجه الغلاء وهذا التدبير الحكومي لهذه الازمه؟ وخلينا غير من باب تخفيف ما نزل، من تخفيف هذا البلاء الذي نزل، نقول بعد رمضان كريم لكم من خلالك المشاهدات والمشاهدين المنبر ديالكم المحترم. وبصراحه يعني السؤال كان سؤال مباشر كيقتضي جواب مباشر. هاد الازمه اللي حنا كنعانيو منها اليوم فيها جوج الامور اللي هي مؤسفه ومؤلمه. الامر الاول هو ان الازمه قائمه، ازمه كاينه ملموسه ومنذ مده، وللاسف السيد رئيس الحكومه والحكومه عيبنا عليهم عدم التواصل بخصوصها بخصوص نقاط اخرى، وعيبنا 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 واحد العدد ديال الامور في اطار نقد بناء. ها شنو كنقترحوا كحلول؟ وراه الوضع غادي وكيتفاقم وما عمر كان شي تجاوب. رئيس الحكومه غادي في الخط ديالو اللي هو رسمه واذان صماء. العنصر الثاني اللي هو مؤلم بزاف واللي بالنسبه لي ينذر بوضع اصعب مستقبلا، وان الحكومه نفسها والخط اللي ماشي فيه الحكومه هما ابرز سبب ديال هذه الازمه. وسوق لنا على انها ازمه مستورده، ازمه نتيجه تداعيات دوليه، مره كنسمعوا الحرب ديال اوكرانيا، مره كنسمعوا مخلفات ازمه كورونا، وسمعنا عدد من الامور. ومحيط المغاربه ناس طيبين وقلبهم عامر بالله، والمواطن والمواطن المغربي هذه كنقولها لك وخذها مني، لان والله العظيم الا كنلمسها بشكل يومي وكنلمسها، يعني اكاد المسها وان كنت اراها رؤى العين، ولكن اكاد المسها. المواطن المغربي مسؤول اكثر من المسؤول نفسه، وعنده القلب والكبد على البلاد اكثر من المسؤول نفسه. هو من احرص الناس على الاستقرار والاستمرار ديال بلاده، ولهذا لما كيتكلم راه كيتكلم بحرقه، وكتبقى العهده ديما عند الله. هذه الحكومه هذه اللي سوقت لنا هذه الازمه على انها مستورده كيتبين من خلال المعطيات اللي اشرنا لها كحزب حركه شعبيه غير ممر، سواء خلال ممارسه المعارضه داخل المؤسسات في البرلمان، او من خلال الاشغال الفكريه والعلميه اللي كينتجها حزب حركه الشعبيه من خلال الاكاديميه الشعبيه، من خلال اكاديميه الحسن اليوسي، من خلال تنظيمات الموازيه للحزب، من خلال التصريحات والمواكبه ديال الفريق الحركي والسيد الامين العام وكافه اطر الحزب اللي كيهضروا علينا. احنا مغاربه، ما حناش احنا مستوردين بحال الازمه، لا احنا مغاربه. وداك الشيء اللي كنعيشوه كنقولوه، وكل كيفاش كيقولوا، ولكن كلنا ندندن حول الغلاء والبلاء. كيبقى هذه الحكومه هذه اليوم وماشي من عند حزب حركه الشعبيه او لا من عند احزاب اخرى معارضه والاغلبيه، من عند ثلاثه ديال المؤسسات رسميه مسؤوله في الدوله، منها مؤسسات دستوريه عندنا منذ السامي للتخطيط لو اش سي بي لو كوميساريا او بلان، وعندنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، وعندنا بنك المغرب. هذه ثلاثة هذه المؤسسات دقت ناقوس الخطر شحال هذه. الناس اليوم كتكلم على التقرير ديال المندوب السامي للتخطيط السي الحليمي والحوار اللي داروا مع منبر مغربي، ولكن الناس ما ردتش البال في سنين في اواخر سنه 2022 قال المندوب السامي للتخطيط شنو قال؟ قال ان الهامش ديال الفقر والهشاشه كيرتفع، والفوارق الاجتماعيه كترتفع بالمؤشرات. هذا ماشي كلام حزب الحركه الشعبيه، هذا كلام مؤسسه وطنيه. قال باللي من بعد سنوات طويله ديال المشروع ديال مشروع المغرب الاخضر، هذا البروغرام ماشي غير بروجي، برنامج المغرب الاخضر، والملايير المليارات ماشي بالدرهم بالدولار اللي تصرفت عليه، كنعانيو اليوم من ازمه الماء والندره ديالو، كنعانيو اليوم من عدم هيكله هذا القطاع. وشنو هي الفلاحه اللي هزها المغرب؟ وهذا مره اخرى ماشي كلامي انا، هذا الكلام ديال المندوب. يقول باللي الفلاحه اللي هزها هذه البلاد هي الفلاحه المعيشيه الاستغلاليه العائليه البسيطه، هي اللي هز البلاد، هي اللي كتوكل البلاد، هي اللي من خلالها كيخرج الوزراء ديال هذه الحكومه يتصوروا في السوق احق راه هما كيقلبوا ويراقبوا الاسعار. الامن الغذائي ايضا. الامن الغذائي، اشوف ملي كنتكلموا على الامن الغذائي، هنا كنتكلموا على امور سيستيميك كبيره. لان الامن الغذائي شتي اخطر ما يمكن يوقع هو ان الامن الغذائي تمسو بان كونجونكتور، يتزعزع بظرفيه. انا نعرف ان نقدر نتقبل انه كاين فتره ديال الهشاشه اللي هي نتيجه مثلا ديال المناخ، نتيجه ديال واحد العدد ديال الامور، التداعيات الدوليه راه نقبلها منطقيا نقبلها، ولكن باش الامن الغذائي على المستوى الاستراتيجي او نيفو سيستيميك يهتز
بسبب سوء تدبير بسبب عدم إصغاء بحسب واحد العدد ديال الأمور كانت تكلموا عليها والمؤشرات فيها كينا ولا من يتحدث ولا من يصغي ولا من يخاطب كل ما هنالك مناورات أنا تنقول لك الحكومة اليوم كدير مناورات هذا هو السؤال أستاذ حاتم يعني الآن إحنا ما بقيناش أمام تدبير حكومي بقدر ما هو تعمية حكومية يعني التضليل حكومي أصحت به الحكومة حاصلة فاش كيوصل الصامت الرسمي باسم الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة فاش كيوصل أنه يقمع الصحفيين في الجلسة اللي هي جلسة محترمة فضاء مؤسسي من خلال الصحافة الوطنية كتبلغ الرأي العام المخرجات ديال الحكومة ما ينتج عن الحكومة من عمل اللي هو في الأصل خاضع للتشكيك وهذيك مناسبة ديمقراطية مناسبة ديال تواصل معطية لكم انتم كحكومة تبلغوا المواطنات والمواطنين شنو الإنجازات ديالكم شنو الصعوبات اللي كتعانيوا منها شنو هما الأسباب والحلول المؤقتة والتدريجية والبعيدة الأمد اللي غادي تشتغلوا عليها وحنا نمشيو معاكم طمأنين هذه المناسبة هذه كيتم فيها قمع الصحفيين سؤال واحد ولا تزيدش والله يخليكم شوف غير الوجه ديالو كيموك فاهر واش هذاك هو الوجه اللي غادي تتلقى به المغاربة هذاك هو الوجه اللي غادي تقنع به المغاربة انت راه ماشي مخاطب فقط انت مخاطب ومخاطب وانت ناطق رسمي باسم مؤسسة سورية سميتها الحكومة المملكة المغربية اللي عندها رئيس حكومة من بعد هالثلاثة ديال التقارير اللي تكلمنا عليها واللي بنك المغرب تيقول لك مستوى التضخم راه ارتفع معدلات النمو راها في انخفاض وهذه المسألة ديال 4% اللي قلتوا راهي مستحيل انها تطبق وخص منطق الأولويات اللي جات به الحكومة ينبغي ان تتم مراجعته لانه غير قابل للتطبيق بالحساب بالمنطق بالفلوس بالبيدجي وما تيأمنوا غير بالبيدجي نقول لكم اسيدي البيدجي ما تيسمح لكمش طبقوا هذه المسألة هذه تكلمتوا على 200 ألف فرصة شغل قارة وكنسطر على هذه 200 ألف فرصة شغل قارة سنويا راه ضعنا في آلاف المناصب الشغل 12400 مقاولة دارت فايت والفرص الشغل اللي انتم سميتوها أوراش وسميتوها هذاك غير الإنعاش الوطني عاودوا داروا لنا في صيغة أخرى وعرفتي علاش دخلوا في لا سي ان اس اس علاش فرضوا تكون في لا سي ان اس اس باش في البيلون ديالهم يقول لك راحنا خلقنا فرص الشغل احق راه سايتي كونطابيليزي وراه تسجل في لا سي ان اس اس وبالتالي هذاك راه فرصه الشغل وراه فيه الخدمه 3 شهور ولا 6 شهور غير قار انعاش وطني وصبغتوه وقديتوه كيف ما كتزوقوا كاع العمل ديال الحكومه فعلا كاين وزيرات ووزراء كيشتغلوا لا لا بخصوا الناس اشياء كيشتغلوا في الامور التقنيه ولكن الحكومه في بعدها وفي مبناها التدبيريه وكذلك سياسيه انها تراعي نبض الشارع تطمئن حين يستوجب الأمر الاطمئنان تبين حين يستوجب الأمر البيان تناقش حين يستوجب الأمر النقاش وتعمل حين يستوجب الأمر العمل ما عندنا تواصل ما عندنا بيان ما عندنا نقاش والعمل رحنا تكلمت أستاذ حاتم قبيل على الصحفيين وأيضا بالنسبة حتى الأطراف السياسية أنتم في المعارضة من خلال واحد الديوان نظمتم مؤخرا أعطيتوا فيها مقترحات يعني ماشي فقط معارض مع المعارضة ولكن المعارضة البناء التي تعطي مقترحات إلى أي حد تم التجاوب أو التواصل مع هذه المقترحات ديالكم أعطينا 30 مقترح 10 منها قابلة للتطبيق اليوم ملي كنقول اليوم هذاك النهار هذيك المدة كانت قابلة للتطبيق ما اليوم راه مازال كنتعطلوا وعشرة ديال الإجراءات على المدى المتوسط وعشرة الإجراءات على المدى البعيد اللي تيخصها واحد العمل قاعدي وحدة مرتبطة بوحدة هذوك الإجراءات ما كانتش هي وليدة هذاك اللقاء اللي داروا حزب الحركة الشعبية هي كانت نتيجة عمل الحركة الشعبية واشتغاله داخل المؤسسات تقدمنا بها في البرلمان الفريق الحركي بوحده قدم المقترحات أزيد من ما تقدمت به الأحزاب ديال الحكومة كلها في هذه الفترة الشرعية اللي دازت ولا من يصغي عينا من بعثوا الرسائل عينا من استدعيوا في الوزراء راه اخر ما درنا استدعينا السيد وزير العدل على الفضيحه ديال الامتحان ديال المحاماه والسيد رئيس الفريق سيد ريس سنتيسي كذلك وجه استدعاء لوزيره الماليه باش تحضر اللجنه وتناقش معنا الراهنيه ديال بعض الامور لان كنسمعوا امور خطيره راه كنسمعوا على الخصاصه ديال التعليم والخصاصه ديال الصحه واسمح لي نقول لك ازديمون هذه قناعتي الشخصيه عرفتي شنو هي خصوصات الصحه في المغرب بحال لا كتخصص السلطه القضائيه بحال لا كتخصص القضاء عرفتي شنو هي الصحة ديال المغاربة؟ مجال حيوي ماشي غير قطاع اجتماعي حيوي عرفتي شنو هو التعليم؟ أنا كنقبل بالمؤسسات الخاصة تكون لأن عندها الجودة وعندها تأثير إيجابي على الاقتصاد من ناحية الأداء الضريبي من ناحية المقاولة المواطنة من ناحية خلق فرص الشغل من ناحية هذاك الإيكوسيستم اللي كتعيش فيه كذلك التعليم ولكن راه مؤسسات ماشي غير قطاعات اجتماعية راه قطاعات حيوية نخصصها بضمانات اللي كتكفل الحد الأدنى من الخدمة للمرتفق المغربي واش حنا غير كنخصصوا
غير كنعطيو الشيء الخصاصه بالمنهج باش ماشي الحكومه هو تملص من المسؤوليه. بعد عليها العافيه، بعد عليها العافيه. هذه العافيه راه مكوين بها الناس، مكوين بها المواطنات والمواطنين. الناس عيات ما تهضر، الناس عيات ما تقول، ولا من يصغي. راه مؤلم هذا الشيء. ما يظنوش اننا كنمارسوا السياسه السياسويه، وما يظنوش اننا نقولها لك بالدارجه كما تيقولوا عدد منهم كنقطروا الشمع. ابدا، راه اللي كيقطر الشمع هو اللي غير كيستر على الخيبه ويرجع للور. المقترحات عطيناهم والنقاش حنا منفتحين عليه. ملي كيخرجوا ثلاثه المؤسسات وليست بالهينه، سو سون دي ريغولاتور. واش عرفتي شنو هو بنك المغرب؟ واش عرفتي شنو هو الاش سي بي؟ واش عرفتي شنو هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي؟ واش عرفتي شنو هو مجلس المنافسه؟ ها المؤسسات السوريه هذه. هذا خطير استاذ حاتم، هو انه خلال لما سئل الناطق الرسمي او الصامت الرسمي ان صح التعبير يعني استصغر امرهم، قال بان هذوك عندها تقارير وعندها اليات وحنا عندنا اليات. الى اي حد انه المفروض ان هذه المؤسسات الحكمه بالعكس هي تساعد وتساهم ايضا في التدبير الحكومي بطريقه او باخرى. هي تساهم، هذاك دورها سبب وجودها، واذا ما درتش هذا الشيء غتعتبر مقصره. ولكن الحكومه لا تتفاعل معها بشكل ايجابي. السؤال بالنسبه لي هنا كيتطرح على الحكومه، ومن هنا نجاوبك الجواب ديال الحكومه. عرفتي شنو هو؟ هذا هو الجواب ديال الحكومه. صمت. طبيعه الحال. ولكن الصمت هذا فيه هدر للزمن. الزمن السياسي. المغاربه ما بقاوش قادرين انه هذا الزمن كله حنا كنضيعوه هكذاك. شي المغاربه عندهم واحد التوابيت داخلين في لادين ديالو. الهويه ديال المغربي. الهويه ديال المغربي. عنده عرضو، عنده بلادو. المغربي اللي هضرتي معاه كيقول لك حنا عندنا التوابيت، الاسلام، الامه، جلاله الملك. الله، الوطن، الملك. هذا الشعار هذا ماشي شعار كيتقال ولا غير في النشيد الوطني، هذا الشعار مأمنين به المغاربه حتى النخاع. وانا بالنسبه لي هذا من الركائز والثوابت اللي مخليه المغاربه الى اليوم كيصرفوا قناعتهم في ان استقرار الامه واستمرارها من اولى الاولويات، ومستعدين يضحيوا. مستعدين، راه كيضحيوا الى اليوم، راه ماشي الحكومه اللي كتضحي، ماشي المسؤول اللي كيضحي، راه اليوم الشعب اللي كيضحي. كيضحي من وقته، كيضحي من صحته، كيضحي من قوته اليومي، وكيقول راه جاي معشم في الخير، معشم في المستقبل. هذا المواطن هذا مازال يصبر، ولكن واش هذاك المسؤول عنده الكبده على المغاربه؟ واش عنده الكبده على البلاد؟ الناس كتهضر غير بالبيدجي، راه كنقولها لك ونعاودها زدي مونير، كيهضروا بالدعم. من الذي سيستفيد من الدعم؟ وكيف سيستفيد من الدعم؟ وانا ادعو الصحافه، ادعو الصحافه انها تقصى وتحقق. صحافه التحقيق، صحافه التقصي. وهنا نبغي النقاش الديمقراطي يكون مفتوح. يتقصاو في هذا الشيء ديال الاستيراد والدعم اللي كيتعطى ليه. ويتقصى ويتحراو في المغرب الاخضر وفي الدعم اللي تعطى فيه. ويتقصى ويتحراو وتكدعوهم الشجاعه باش يعطيو البلو ايكونوميك والابعاد ديالها الاقتصاديه اللي غتطوبي اللي على المغرب. المغرب راه بلد بحواري في افريقيا وفي المنطقه اقليميه، ماشي سهل. راه 3500 كيلومتر ديال الشواطئ ومين والميناء ديال طنجة المتوسط والميناء ديال الداخل. هادو سو سون دي زامبلونطاسيون استراتيجيك اللي كتعتبر امتداد ديال اوروبا في افريقيا وامتداد ديال افريقيا في اوروبا. دونك هاد لو تري دونيون اللي كيلعبوا المغرب على المستوى الدولي ماشي سهل. انت كتلاحظ الاهتزازات اللي كاينه على المستوى الدولي في الجيوبوليتيك اللي كاينه اليوم والازمات الاقتصاديه اللي كاينه. المغرب كيمشي بخطى متوازنه وبواحد الحضر كبير والقرار كيتخذ في حينه بواحد الشكل سليم موزون. المغرب ثقيل في ليشيكي. المغرب ثقيل. كنستحضر انا واحد الكلمه قالها الله يرحمه سيدنا الحسن الثاني. كانوا سولوه في ان كونتكست بوليتيك، قال لهم زعما كيفاش كانت لا رياكسيون دو لالجيري في الحرب ديال 63. وفي نفس السياق انا والله الا غادي نقول لك السؤال اللي قلتي انت، الوضع ديال الحكومه اليوم كيفاش داير لا رياكسيون ديالها؟ وغنقتبسها من سيدنا الله يرحمه. لا رياكسيون ديال الحكومه اليوم هي تخي ليجيغ، خفيفه جدا، سطحيه. وهاد ليجيغ كلمه خفيفه في الميزان السياسي كلمة ثقيلة جداً.